أكثر من 25,000 سكن للمديرية العامة للأمن الوطني التي وعد بها سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني الذي وفى بوعده. هذا الوعد يتجسد في توزيع 600 أمر بالدفع لفائدة قوات أفراد الشرطة لأمن ولاية بسكرة، كذلك منح قروض بدون فائدة لأفراد الشرطة المستفيدين المتمثلة في 25 مليون سنتيم. أنا ربة منزل نعاني من كثير من المشاكل في الاجتماعية خاصة الكراء، ونشكر السيد المدير العام للأمن الوطني. نشكر السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على المجهودات اللي قام بها واللي جات في وقتها المناسب. العلم رانا نعانيو من مشاكل كثيرة من بينها السكن.